المنتخب الوطني للمحليين يعود إلى الدار بالزاد كاملاً، وفي جعبته أغلى لقب عربي لأول مرة في التاريخ. لقب لم يكن من السهل الظفر به أمام منتخبات قوية على غرار منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور، وقبله منتخب المغرب صاحب اللقب في النسخة الماضية وبطل كأس إفريقيا للمحليين، ليواجه في النهائي منتخب تونس الذي شارك بلاعبي ومدرب المنتخب الأول.